السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم معايا هنايا الجديد، دائما الجديد مع شريفة سمر. يعني هنايا جبت لكم ملابس اخر ما كاين، كاين قفاطم، كاين جلالب، ملابس ديال البنيتات وديال وليدات الصغار، تونيات. المهم نتوما تشوفوا معايا هنايا في الصور، يعني قفاطن مطروزين في الكم وفي الصدر، كي اللي عنده في الجنب، في القفطان في الجنب. يعني انتم تشوفوا معايا هنايا رائعين ما شاء الله، وراه فيهم جميع الالوان وجميع الموديلات وفيهم جميع الشكلات. اللي بغى شي حاجه مرحبا. انا غادي نخلي لكم النمره في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناه. اللي بغى شي حاجه يتصل بالاخ، ورا الثمن راه مناسب. نخليكم تشوفوا الصور كما كتشوفوا معايا هنايا، راه كاين ما احسن. كاين واحد الشكيل هما يعني فراشه، كاين هاد الشكيل هذا ديال النوم كما كتشوفوا معايا، حتى هما في الالوان وفي الاشكال. هادو الشكل اللي قلت لكم عليه غتشوفوهم هنايا معايا، يعني على شكل فراشه، حتى هما في الالوان، يعني رائعين ما شاء الله. كاين هاد الشكل ديال القفاطن، كاين هاد الجلالب حتى هما في الالوان بلي شال. كاع الالوان ديالهم رائعين، ما نحتاجش نقول لكم نتوما هادشي كلشي كتشوفوه. وفضلا منكم وليس امرا، ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك واللايك باش يوصلكم دائما الجديد ديالي ان شاء الله. نتوما كتشوفوا معايا هنا قفاطن، يعني كل واحد طرزة اللي فيه. ورا فيهم جميع الالوان وفيهم جميع الشكلات. وحتى الثمن راه مناسب. كاين التشكيل راه بالحزام. هادو هما الفراشات اللي قلت لكم انا، عبايات حتى هما راهم في الالوان، فيه جميع الكولور. كما قلت لكم ان انا نخلي لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناه. اللي بغى شي حاجه يتصل بالاخ، ورا الثمن راه مناسب، راه غير اللي ما بغاش يلبس. كاين هاد لي كابرا حتى هما في الالوان، كاين حتى التونيات، كاينين تونيات طوال بالنسبه للبنات ولا النساء اللي كيبغيو يلبسوا دوك التونيات طوال، راه حتى هما موجودين، كاين طوال وكاين القصار. كاين هاد اللبس ديال الاخوانيات حتى هو راه كاين،
يعني جميع الملابس، يعني الشكالات الملابس كلها موجودة هنا. كاين هاد الشكيلات حتى هما، هاد الشكال ديال الإخوانيات حتى هما راهم في الألوان. يعني جميع الملابس موجودة هنا. مرحبا بكم اللي بغى شي حاجة. انا كنخليكم تكتشفوا راسكم. كاين حتى بيجامات بالبنوار، ثم تشوفوا معايا هنايا في الصور. يعني كاين جميع الشكالات وجميع الألوان وجميع الموديلات. هادو راهم فيهم 4 بياس. هادو هما اللي قلت لكم بالبنوار ديال بالبنوار وتقشر الجوارب كما كتشوفوا معايا هنايا. وهاد البنوار بالقب. هادو ملابس ديال البنيتات، وكاين حتى ديال الوليدات اللي بغى يفرح وليداتو، علاش لا، يعني رائعين. ودابا غادي نقول لكم مع السلامة وفيديو آخر، وإلى اللقاء.